يا دبي الصغير. أوه. الأم ممكن تكون متواجدة في أي مكان. مناطق مفتوحة للقتال. ترى هل الدببة هي من تجاوز الغابات أم البشر هم الذين اقتحموها ويستولون عليها باستمرار؟ يبدو أن هجوم الدببة المتكرر على أهل القرى وممتلكاتهم ما زال إلى اليوم. رح أقابل إمام المسجد أنابير يلمز اللي تعرض وما زال يتعرض إلى اليوم لهجوم الدببة. السلام عليكم. وعليكم السلام. خوش geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Gidebiliriz, gösterebilirim. Yap. أهل القرية دلونا عليك وقالوا لي إنه مناحلك تعرضت لأكثر من هجوم من الدبابة. شو اللي صار؟ أما bir sabah gittim. Baktım ki arılarımdan birkaç tanesi telef olmuş. Anladım ki insan zarar vermemiştir. Yukarıda arıcılığın olamayacağını anladım. 6 tane kovanım orada telef oldu ayı tarafından. Evimin yanına almaya karar verdim ve buraya aldım. 5 seneden beri arılarım evimin yanında idi. مرحبا استاذ احمد. مرحبا hoş geldiniz bakalım. Ahmet Erdem. اهلا وسهلا شرفنا. Çok çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bizleri memnun ettiniz. Ziyarette bulundunuz. Çok sağ olun. Şükran ilah. Biz de teşekkür ediyoruz. Arzu ederseniz sizi arıların bulunduğu mahalle götüreyim. Buyurun. Aleykümselam. Merhaba. Hoş geldiniz. Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Merhaba. Nanat Hubuzcu ben. Ahla fiyik. Nasılsınız? Elhamdülillah. Kullu tamam. Arılar size zarar verebilir. Arıcı kıyafetlerimizi giyelim. Ondan sonra arılarımıza bakmaya devam edebiliriz. Yok. تغطي الغابات الطبيعية معظم أراضي ساحل البحر الأسود. ومعظم هذه الغابات مكسوة بالنباتات الرحيقية. حيث تنتج تركيا ما يقارب 100,000 طن من العسل سنوياً. وأكثر ما يميز هذا العسل بأنه عضوي 100% ويتم قطفه دون تغذية النحل بالسكر الأبيض أو سكر الفاكهة ودون استخدام المبيدات الحشرية ضد الطفيليات والأمراض. إيش نوع العسل هذا؟ فنبو Poliflora dediğimiz endemik bitkilerden oluşan çiçek balı. Bu iç bölgelerimize, yöremize ait üretilen bir diğer bal çeşidimiz daha var üretim olarak. Onunla da sahil ilçelerimizde oluyor. Yani bu çok çeşitli endemik bitkilerden oluşuyor. O da tıbbi bal dediğimiz kestane balından üretilmiş oluyor. Tadabiliriz arzu ederseniz. Ay vallahi yarayet. فعلاً هذا العسل مميز. Evet, umarım çok beğendiniz. Dediğiniz gibi ağızda devrinizde uygun bir şekilde katkısı olmayan üretilen bir bal. Buna endemit bitkilerden oluştuğunuzu öteden beri söylüyoruz.
herhalde söylemekte de siz de bunu tatmakla zannederim okeylemiş oldunuz. طيب محمد انت شو المشاكل بتواجهوها هون كأصحاب مناحل؟ Evet, arıcılıkta doğal yaşamda olan yırtıcı hayvanların kovanlarımıza vermiş olduğu zararlar büyük. Son 3 yılda bu vermiş olduğunuz burada 10-12 tane kovan kaybettim. مع أنه 90% من غذاء الدب نباتي، إلا أنه في نهاية الخريف وبداية الشتاء يبدأ بأكل أكبر قدر ممكن من الدهون والبروتين، أي قبل أن يبدأ موسم البيات الشتوي اللي بيستمر معظم أيام الشتاء. هل تغيرت طباع الدببة بسبب التغيرات اللي أحدثها الإنسان؟ كيف ممكن أفهم طبيعة سلوكها إذا ما ذهبت إليها وراقبتها عن كثب؟ لابد إني أعاود الكرة وأحاول البحث عنها. على ما يبدو إنه الدب صايد إشي صايد حيوان هون، خلينا نقرب شوي. بيكون متوتر جدا بالفترة هذه الدب لما يكون عنده فريسة. مش حيسمح بسهولة إنه واحد يدخل على منطقته بالذات لما يكون عنده أكل. واو الوضع متشنش. يبدو إنه أكثر من دب عم بتجمع في المكان. عم بتجمع على الريحة. قتال شرس. يا إلهي. الدببة حيوانات انتهازية، يعني يمكن ما تكونش هي اللي صايدة هذا الماعز، ممكن تكون الذئاب اللي صايدته، بس لما تيجي الدببة طبعا الذئاب تختفي من المنطقة. هاي المشاهد نادر انها تحدث قدام الواحد بالطبيعه. لسه عم بتجمع دببة كمان. الدببة من النادر انها تجتمع في مكان واحد، بس رائحة الدم تاعت الماعز هي اللي جمعت الدببة من أكثر من مكان. الدببة حيوانات إقليمية وما بتسمح لحدا إنه يجي على منطقتها حتى لو كان دب. والمعارك الشرسة اللي عم نشوفها هلا قدامنا هي بسبب اللي عم بيصير، بسبب إنها جمعت بمنطقة واحدة مش مفروض تكون في مكان واحد. الوضع متوتر. يا إلهي. مناطق مفتوحة للقتال. وضع خطير جدا. هذول ما لهمش مكان، واحد عم يتحرك عليهم في المنطقة. لازم انسحب من هون، هذا وضع خطير وممكن اصبح جزء من المعركة، وأنا مش دب، هذول أجسامهم بتتحمل. يا الانسحاب هو أفضل شيء أعمله هلا. استخدم كلا الذكرين كل أسلحتهم في القتال من أنيابهم القوية ومخالبهم وعضلاتهم الضخمة من أجل الفوز بالفريسة، وفي النهاية الدب الأقوى هو اللي بيظفر بالفريسة دائما.
هل للمدارس دور عندهم بتثقيف الطلاب بطريقة التعامل مع الدببة بما أنهم بيشاركوها الأرض؟ رح نتعرف على هذا الشيء في إحدى مدارس القرى عندهم. بما أنه واقعكم فرض عليكم أنكم تتجاوروا مع الدببة، إيش دور المدرسة بتثقيف الأطفال بهذا الشيء؟ Okulumuza gelen öğrencilerin birçoğu yaban hayatla iç içe bir ömür sürmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin birçoğunun yolu zaman zaman yabani hayvanlarla, özellikle de ayılarla kesişmektedir. Biz de bunların bilincinde olduğumuz için çocuklara özellikle yaban hayat ve ayılar hakkında bilgi vermekteyiz. Zaman zaman ayıların insanlara, bal kovanlarına, hatta mezarlıklara dahi saldırdıkları bölgemizde görülmektedir. Biz buna sebep olarak aslında ayıların biz insanlara düşman olmadığını, onların yaşam alanlarını biz insanların daralttığı için, beslenme imkanlarını sınırlandırdığımız için, hayatlarını sürdürebilmek için bu tür davranışlar içine girdiklerini, seviyelerine uygun bir şekilde anlatmaktayız. Doğal döngünün uzun yıllar sürdürülebilmesi için onları korumamız gerektiği, çevreye, hayvanlara zarar vermememiz gerektiğini seviyelerine uygun bir şekilde yine anlatmaya çalışmaktayız. طيب انا بدي اسالكم سؤال. شو بتعرفوا عن الدببة؟ اوكي انت احكي. Ağaçları tırmalar, elma yerler, armut yerler, suda yüzüyorlar. İnlerinde yaşıyorlar. Işıkla ateşten korkuyorlar. Ayak sesinden falan korkuyorlar. طيب بدي اسال سؤال ثاني. مين فيكم واجه دب وشو عمل لما شافوه؟ مبين كثير منكم واجهوا دبابة. طيب قولي لي. Ben ormanda yürüyordum. Karşıma anneleriyle dolaşan üç ayı çıktı. Anne yavrularım. Sonra onlar beni gördüğünde böyle havaya ayağa kalkmaya başladılar. Ben de bu konuda bilgili olduğum için ses çıkarmadan sessizce onlardan uzaklaştım. لقائي بالأطفال في القرى أعطاني شعور بأن الأمور عم تتجه في الطريق الصحيح. ربما هذا يؤدي بالمستقبل القريب إلى فهم الإنسان للدببة بصورة أوضح، ولضرورة وجودها معنا على هذه الأرض. من حيث المبدأ بتجنب كل من الإنسان والدب بعضهم، كل طرف حريص على تجنب الطرف الآخر، واللقاءات المفاجئة اللي بتكون في الغالب خطيرة ولا يمكن تجنبها، خصوصا في المناطق اللي بتشاركوا فيها. وما بتقتصر المواجهات على الغابات، بل تحدث في التلال والبساتين أيضا، لكن ليس دائما، فسكان القرى يعرفون الدببة جيدا. Arkadaşlar bir gün buradan yukarıya mantar arabaya çıktım. Mantarlarımı ararken mantar alıyorum. Bir baktım alt tarafımda bir gürültü. Bir humultu. Bu ne? Dinledim baktım. Dedim, herhalde bu ayı. %90 ayı dedim. Ama ayıymış gerçekten. Usul usul kaçtım. Yukarıda bir ağaca çıktım. Ağaca çıktım. Bekliyorum. Bir saate yakın bekledim. Ağaçta bekliyorum. Şimdi ağaçta da şey buldu. Sen söyle. Akşam hava karardı. Ay ışığı da vurdu böyle. Şimdi ben bekliyorum ağaçta. Arkadaş baktım ayı dibinde. Ama o gitti.
Ama ben en az bir saat, bir buçuk saat orada kaldım. Ondan sonra bir baygınlık gibi geçirdim ağaçta. Korkudan. Allah'tan kendim düşmedim yani. Ama o ağaçtan nasıl indiğimi gerçekten bilemiyordum. O ağaçtan aşağı indim, köye geldim ama kaç saatte geldiğimi gecenin bir yarısında anca gelebildim köye. رح ارجع اطلع الغابة، اهم شيء يكون معي الاكل تبع الدب وهذا البخاخ. هذا بخاخ فلفل بأسوأ الحالات اذا هاجمني بنرش عليه. هذا الوقت من السنة بتقضي الدببة معظم وقتها بتبحث عن الطعام. موسم الخريف اللي هو قبل الشتوية بتحاول انها تزيد وزنها 40 50 60 كيلو قد ما تقدر، بدور على الأشياء اللي فيها دهنيات وأشياء فيها كربوهيدرات قبل البيات الشتوي. فإذا بدها لقيها بدها تكون وين في الأماكن اللي بتوفر فيها الغذاء الدسم راح تكون موجودة عنده. يا دب يا دب أنا هون. الدببة خلال اليوم فترة النهار بعد ما تكون شبعانة بتاخد فترة قيلولة أو راحة. الدببة إلها سلوكها الخاص اللي بتبتاز فيه عن بقية الحيوانات. هو عارف إن أنا موجود، يعني شامم ريحتي وسامعني، بس شاعر إن أنا بعرفش، مش عم بنافسه على إشي، وما فيش إشي أنافسه عليه يعني، بس إنه سامح لي أكون في منطقته. تحرك، حس اني انا عم بقرب عليه. ما بعرف هل هذا مسموح بالنسبه له ولا لا. اهدأ اهدأ ايها الدب اللطيف، اهدأ. رجع ارتخى. رائع. بدأ ينزعج من وجودي. لازم انسحب هلا. ايش عم بيعمل بالخشب؟ عم بكسر بجزع الشجرة بمخالبه، مخالبه طول المخلب الواحد أكثر من 10 سنتي. راح أحاول أقرب عليه شوي، بدي أشوف ايش اللي عم بيطلعوا من جزع الشجرة. من كتر ما هو مشغول يعني مش مكترث إني موجود في منطقته. مش حنظر لإله نظرة مباشرة بعينيه، هذا بيستفزه ويعطيه دافع للهجوم. يعني أنا وزني 90 كيلو وطولي 190، عم بجد حالي صغير قدامه. كل اللي بهمه بهذا الوقت اللي هو البروتين والدهون. جذوع الشجرة الميتة هذه بتكون عبارة عن موطن للنمل. اللي عم بيقوم فيه هو عم بحفر الجذوع هذه وبدور على النمل بياكله. غير مكترث لوجودي نهائيا. يعني هو حيوان مش انسان، يمكن لو بيحكي لغه الانسان كان ممكن انه نتصادق انا وياه، بس هذا لا يقلل من قيمته. له دور في توازن الطبيعه وتوازن البيئي.
جعلني أقترب منه لنقطة الصفر. هذا شعور رائع. خلاص خلص الأكل. هرجع وبيعطيني إشارة إني لازم أغادر. أنا ماشي. أنا في طريقي لمقابلة الدكتورة أنيل عالمة الحياة البرية، بدي تعطيني صورة أوضح عن حياة الدببة في تركيا. إيش هو دوركم في حماية الدببة البرية وحماية القرويين وممتلكاتهم؟ ومين هي الجهات اللي بتتعاملوا معها؟ Bozayılarla yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz veriler bu insanlarla bozayılar arasındaki çatışmanın azaltılması maksadıyla kullanılıyor. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz bazı önlemler var ve bunları yerel halkla paylaşıyoruz. Böylece onlar da bu önlemleri kullanarak daha az çatışma yaşanmasına yardımcı olabiliyorlar. Ve bu sayede bozayıların köylere daha az gelmesini sağlamış oluyoruz. طب هل تتوقعوا اللي بتقوموا فيه عم بيثمر عن نتائج إيجابية؟ Bozay insan çatışmasını engellemek için en çok kullanılan yöntemlerden birisi elektrikli çitler. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bu yöntem gerçekten bozayıların ortaya çıkardığı zararı engellemek açısından çok etkili oluyor. Bu elektrikli çitler kurulduğu zaman bozayı herhangi bir şekilde arı kovanlarına veya meyve bahçelerine geçiş yapamıyor. Ve bu sistem hiçbir şekilde bozayıya zararlı değil fakat orada karşılaştığı durumu bozayı unutmuyor ve tekrar gelmiyor. Böylece de bahçelere ve kovanlara erişimi engellenmiş oluyor ve herhangi bir zarar yaşanmadan sorun çözülmüş oluyor. إن اتباع القرويين للإجراءات الوقائية قد أثمر عن نتائج إيجابية. وضع المناحل على أبراج ترتفع لأكثر من 3 أمتار بعيق وصول الدببة إليها. الدب لا يستطيع أن يحصل على شيء أعلى منه، مما يقنعها بعدم تكرار المحاولة مرة أخرى. كذلك الأسوار المكهربة هي خط دفاع ثاني لحماية المزارع والمواشي. إن معرفتي بالدببة قبل أن أقابلها في موطنها كانت سطحية نوعاً ما. خوضي لهذه التجربة وتقربي منها غير نظرتي وفهمي لها تماماً وأشعرني بالحب تجاهها، مع عدم تجاهلي لقوتها وخطورتها على الإنسان. يجب علينا أن نعترف بحقها بالحياة وأن لا ندمر بيئتها ومصادر غذائها. هل يمكننا كبشر أن نصل إلى قناعة بأن هذا التنوع الرائع الذي خلقه الله لنا نحن بحاجة إليه أكثر من الحيوان؟